هم رفعوا الاسعار عن المواد، عن المواد البتروليه والكهرباء وغيره وغيره، بدل ما كانش مكفيهم الاسعار، زاد الاسعار بتاع المواد الغذائيه. والله حاجه بقت مقرفه. يعني الواحد كان جاي من اسكندريه دلوقتي، بدل ما كانت ب 4 جنيه بقت ب 6 جنيه، والتوك توك بدل ما كان بجنيه ونص بقى ب 2 جنيه. فانا الواحد ما عادش هيعرف يعمل ايه، كله علينا، كله علينا. ان احنا ايام مرسي كنا بنقف طابور، انا اقول لك ايوه كنا ايام مرسي بنقف طابور بس عشان البنزين 80. دلوقتي بنقف طابور وبيخلص الطابور والبنزين بيخلص عشان البنزين 92، يعني 80 مفيش دلوقتي.